والآن طور أن توحيد اللجان الاستشارية كانت لجنة استشارية واحدة في الغرب البلاد جغرافية وشرق البلاد جغرافية كانت واحد اثنين، الآن وحدناها في لجنة واحدة اسمها اللجنة الاستشارية العلمية العليا على مستوى الليل. هتكون هي المشرفة، هي عبارة فقط بيت الخبرة، فقط بيت الخبرة بإعطاء الاستشارة في هذا المجال. مركز الوطني لكافة الأمراض هو المسؤول الأول على توزيع اللقاح حينما يتوفر. بعد توفر اللقاح إن شاء الله قريبا هيكون الإمداد الطبي يتم توزيعه عن طريق المركز الوطني لمكافحة الأمراض على كل مناطق التطعيم في ليبيا، اللي هنا عددها تقريبا 430 مركز تطعيم. وإن شاء الله بهذه اللقاحات نقضوا على جائحة كورونا، تريحوا الأقصير. الأول مواجهة لنا كوزارة الصحة الحكومة الوطنية هي اللقاح، وجود اللقاح مكافحة الكورونا مع الثاني وهو الوقت كذلك دهمس. أتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم.